internet che figo. Dai, bisogna la buona. Vado. E da lì fino a verma lì figo. تفضلوا أحبائي، الله معكم جميعا. بتعريف صغير حول الكاهن الجديد، الكاهن الجديد طانيو سامي بتايش من مواليد كفر دبيان بتاريخ 20/8/87، وهو من عائلة مؤلفة من أربعة أشخاص،
أبوه سامي وأمه بلجيا حنكاش من بسكنتا وأخته ريتا متأهلة من السيد إيدي مبارك من بسكنتا. أتم دراسته الابتدائية والمتوسطة في مدرسة سيدة العطايا للراهبات الأنطونيات، وتابع دراسته الثانوية في مدرسة سيدة الرسل نيو روضة. حصل دراسته الجامعية في جامعة سيدة الويزي زوق مصبح حائزاً على إجازة في الهندسة الكهربائية سنة 2010، ثم أكمل دراسته العليا في الجامعة الأمريكية في بيروت فحاز على ماجستير في الهندسة الكهربائية سنة 2012. عمل مدة 9 سنوات في شركات عدة وفي مجالات الإنارة، إذ شارك في إنارة ودراسة كنائس ومعالم دينية عدة، منها الصرح البطريركي في بكركي والصليب وقبة الجرس في كاتدرائية مرجرجس بيروت وبازيليك القديسة رفقة في جربتا وأوديتوريوم القديس يوحنا بولس الثاني في جامعة الروح القدس في الكاسليك وكنيسة سيدة طميش وغيرهم من المشاريع في لبنان وخارجه. أثناء هذه الفترة درس الفلسفة واللاهوت في كلية اللاهوت الحبرية في جامعة الروح القدس في الكاسليك، حيث حاز على إجازة في اللاهوت سنة 2019. دخل إلى إكليركية مار أنطونيوس البدواني في كرم سدة في 4/2/2019، حيث تمرس على الحياة الرعائية. يتقن الكاهن الجديد لغات عديدة منها العربية والفرنسية والإنجليزية، كما يجيد الإيطالية واليونانية إضافة إلى اللغات القديمة السريانية والعبرية. نال درجة الشدياقية في 11/5/2019 على مذبح أبرشية سيدة لبنان باريس للموارنة بوضع يد صاحب السيادة المطران جوزيف نفاع السامي الاحترام، ونال درجة الشماسية على يد صاحب السيادة مارون ناصر جميل راعي أبرشية سيدة لبنان باريس للموارنة في 22 حزيران 2019، ورقاه سيادته إلى درجة الكهنوتية المقدسة في 15 آب 2019 بحضور سيادة المطران روبير ليغال راعي لأبرشية تولوز فرنسا، والأب توني عيد عراب الكاهن الجديد، والأب سيمون عبود، والخوري سيمون جبرايل، والخوري رامي عبد الساتر، وكاهن الرعية الخوري جورج نخول. يحتفل اليوم فيما بيننا الكاهن الجديد في قداسه الأول في رعيته وبلدته وكنيسته كفردبيان مارفريم، ونطلب من الرب أن يعطينا كهنة قديسين وفعل قديسين لكنيسته. شكراً لهذا الحضور الكريم. على رأس هذا الحضور راعي الأبرشية للموارنة في باريس سيادة المطران مارون ناصر جميل السامي الاحترام. خلينا إياك سيدنا وضل ترسم كهنة لهالأبرشية المباركة وطولنا بعمرك. نبدأ قديسنا لو سمحتوا. برخ مورش كهني المجد للأب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أهلنا أيها المسيح إلهنا أن نطوف بأصوات التسبيح مع أجواق رسلك القديسين، فنعظم ذكرى انتقال والدتك الطوباوية مريم. أهلنا بصلواتها أن ننعم معها عن يمينك في لقائك المجيد، ونرفع المجد والشكر بغير انقطاع إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. السلام للبيعة ولبنيها. Oh,
يرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى شمس البر الذي أشرق بنعمة من مريم الشرق العظيم فأنار العالم كله بأشعة الإلهية إلى الولد المحتجب الذي كرم يوم انتقال أمه وبجل تذكارها النقي في الأرض والسماء برخمور رشكوني أيها المسيح كلمة الله المزيح في حضن أبيك الأزلي يا من شئت في ملء الزمان فولدت بالجسد من مريم البتول بنت داود وتممت تدبيرك الخلاص لأجلنا ورفعت إليك أمك وتوجتها ملكة على الأرض والسماوات فنحن اليوم نكرم عيد انتقالها المجيد مع الرسل القديسين الذين اجتمعوا من الأقطار البعيدة ليكرموها ومع الخدام السماويين نهتف لها بأشرف الألحان قائلين هل أمي بسلام أيتها الأم النقية والدة الإله الكلمة يا مكسورة الملك السماوي هل أمي بسلام يا هيكل الروح القدس ومسكن الله هلمي بسلام أيتها السل الروحي التي رأى يعقوب بها يصعد الذين عبروا إلى العلا فوق سلطان الآلم والموت والآن نسألك أيها المسيح إلهنا على طياز البخور أن تمنحنا بصلوات غفران الخطايا وتهب الأمانة للكنائس والسلام للأديار والعدالة للشيوخ والنشاط للشبان والتربية للأطفال والراحة للمنتقلين المؤمنين أهلنا جميعا لملكوتك الأبدي برقة العذراء أمك القديسة وجوق الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين وارخمور رشكوني فنرفع معهم المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد sous nos pas
تقبل يا ربنا يسوع المسيح عتر بخورنا الذي قربناه في ذكرى انتقال أمك العذراء مريم القديسة. أهلنا أن نكرم يوم عبورها من هذا العالم مع الرسل القديسين، وامنح الغفران لرعيتك المحتفلة بهذا العيد، فنرفع المجد والشكر إلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة برخمور إشكهنه. لك المجد إلى الأبد. رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. وبارك يا سيد. المجد لسيدي بولس الرسول بولس والرسل، ولتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذه الرعية وأبنائها إلى الأبد. يا إخوتي، لما جاء المسيح بشركم بالسلام أنتم البعيدين، وبشر بالسلام القريبين، لأننا به نلنا نحن الاثنين في روح واحد الوصول إلى الآب. إذن فلستم بعد غرباء ولا نزلاء، بل أنتم أهل مدينة القديسين وأهل بيت الله، بنيتم على أساس الرسل والأنبياء، والمسيح يسوع نفسه هو حجر الزاوية، فيه يتماسك البناء كله فيرتفع هيكلاً مقدساً في الرب، وفيه أنتم أيضاً تبنون معاً مسكناً لله في الروح، والتسبيح لله دائماً. بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصارى.
جميعكم. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال لوقا البشير: دخل يسوع أريحا وبدأ يجتازها، وإذا رجل اسمه زكا كان رئيسا للعشارين وغنيا، وكان يسعى ليرى من هو يسوع، فلم يقدر بسبب الجمع لأنه كان قصير القامة. فتقدم مسرعا وتسلق جميزة لكي يراه، لأن يسوع كان مزمعا أن يمر بها. ولما وصل يسوع إلى المكان رفع نظره إليه وقال له: يا زكا أسرع وانزل، فعلي أن أقيم اليوم في بيتك. فأسرع ونزل واستقبله في بيته مسرورا، ورأى الجميع ذلك فأخذوا يتذمرون قائلين: دخل ليبيت عند رجل خاطئ. أما زكا فوقف وقال للرب: يا رب، ها أنا أعطي نصف مقتنياتي للفقراء، وإن كنت قد ظلمت أحداً بشيء فإني أرد له أربعة أضعاف. فقال له يسوع: اليوم صار الخلاص لهذا البيت، لأن هذا الرجل هو أيضاً ابن لإبراهيم، فإن ابن الإنسان جاء ليبحث عن الضائع ويخلصه. حقا والأمان لجميعكم. من كان من الله سمع كلام الله، من كان من الله سمع كلام الله. كلمتك مصباح للخطايا ونور لسبيلي، كلمتك مصباح للخطايا ونور لسبيلي. سيادة المطران مارون ناصر الجميل راعي أبرشية سيدة لبنان باريس للموارنة. Révérendissime Excellence Monseigneur Robert Le Gall, Archevêque de Toulouse, France. Hadrat Al-Khuriskov, Tufiq Bouhadir, Al-Jazir Al-Ihtiram. Ma'ali Wazir Al-Iqtisad wa Al-Tijara, Al-Ustaz Mansour Btaish Al-Muhtaram. Ma'ali Al-Ustaz Salim Al-Sayyir, Mumassil Ra'is Hizb Al-Kataib Al-Lubnaniya, Al-Shaykh Sami Al-Jmayil. سعادة النائب شوقي الدكاش، حضرة الآنسة ريبيكا الحصري ممثلة سعادة النائب توني فرنجية، حضرة رئيس بلدية كفر ذبيان الدكتور بسام سلامة، حضرة الأم ميلاني مقصود رئيسة دير مار يوسف جربتا، حضرة المهندس ماريو غالية منسق قضاء صغرتا في حزب القوات اللبنانية، حضرة رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة المهندس مارون الحلو المحترم، حضرة رؤساء البلديات والمخاتير،
حضرة الخوري جورج نخول كاهن رعية مار فرامك فردبيان، ممثلي رؤساء الأحزاب والتيارات السياسية، ممثلي الفعاليات السياسية والقضائية، أصحاب المقامات والشخصيات، الكهنة والأباء الأجلاء والراهبات الفاضلات، أهلي وإخوتي في بلدة كفر زبيان العزيزة وجميع المناطق في لبنان وخارجه. ينكشف في هذا الأحد وجه المسيح الرحوم الذي يبحث عن الخاطي ليحييه، والضائع ليهديه، والمريض ليشفيه. إنه وجه الكنيسة ورسالتها، وهي تدرك أنها إذ تقوم برسالتها المثلثة التعليم والتقديس وخدمة المحبة، إنما تواصل عمل المسيح وهو الفاعل من خلالها. إنها باسمه وبشخصه تؤدي الرسالة. إن اللقاء الوجداني بين زكا رئيس العشارين والغني والرب يسوع أدى إلى توبة هذا الأخير وخلاصه مع أهل بيته، نموذج عن كيفية البحث عن المسيح بواسطة خدمة الكنيسة عن كل إنسان كي يخلصه. وكما وضع زكا نفسه على طريق يسوع فتسلق جميزة ليراه، كذلك كل واحد وواحدة منا بحاجة لأن يخرج من دائرة نفسه وتفكيره ونظرته إلى الحياة ومن عاداته وتصرفاته المألوفة، وينظر إلى المسيح من أعماق القلب لكي يلتقي نظره بنظر المسيح ويتم التحول من حياته الشخصية في حياته الشخصية. فالمسيح ابن الإنسان جاء ليبحث عن الضائع ويخلصه. لقد دعا قداسة البابا فرانسيس الكنيسة برعاتها وأبنائها ومؤسساتها لتكون في حالة خروج دائم، ويسميه خروجاً جديداً إرسالياً، ويقول على كل مسيحي وكل جماعة أن تميز الطريق الذي يطلبه الله. جميعنا مدعوون لنلبي هذه الدعوة، الخروج من رفاهنا الخاص والتحلي بالشجاعة للبلوغ إلى جميع المناطق والبلدان المحتاجة إلى نور الإنجيل. وهذه هي أساس رسالتنا في فرنسا والدول الأوروبية المجاورة. يسعدني أن نحتفل معاً بقداس الشكر هذا في كنيسة مار أفرام الرعائية بعد نيلي سر درجة الكهنوت في 15 آب 2019، عيد انتقال السيدة العذراء. لا بد لي بداية أن أشكر الله على كل العطايا التي أنعم بها علي، لا سيما عطية سر الكهنوت السامية والتي لا أستحقها. إن يسوع المسيح هو مصدر ومبدأ كل كهنوت، وهذا السر العظيم الذي يرتكز على الخدمة التي هي علة وجود الكاهن الوحيدة حتى مماته. إن الكاهن الذي تكرس لخدمة النفوس في قلب البيعة هو على صورة الابن الوحيد، إنسان موحد الذهن والهم، موحد القلب وموحد المسلك والتوجه، في قلب تدبير بيعي موحد، أي
في قلب خدمته الكهنوتية، فيصبح بدوره على حد قول مار أفرام عن المسيح: راعي الرعاة، المذبح والتقدمة، الذبيحة والذابح، الكاهن والمأكل. كما وأشكر سيادة المطران مارون ناصر الجميل، راعي أبرشية سيدة لبنان باريز للموارنة، عن عاطفته الأبوية. لقد تعلمنا منك يا سيدي أن الإنسان من يعلي شأن المقام، وليس المقام من يعلي شأن الإنسان. فأنت مثال التواضع، أسقف لا يعرف التعب والكلل ولا الخوف، بل يتكل على العناية الإلهية في تسليم كلي لمشيئة الله. فهنيئاً للأبراشية المارونية في فرنسا من إكليروس وعلمانيين براع لا يهتم للمجد الأرضي، بل ينظر إلى فوق إلى ما هو أسمى. فتحية لك يا أبي. Et en cette occasion, je remercie Monseigneur Robert Le Gall pour sa présence parmi nous. C'est un grand honneur de vous recevoir, Excellence, et nous souhaitons fortifier les relations franco-libanaises en tant que Libanais et clergé. وأيضا لا يسعني إلا أن أشكر جمهور دير مار يوسف جربتا، هذا الدير العزيز على قلبي، وأخص بالذكر الأم الفاضلة ميلاني مقصود رئيسة الدير، والتي تربطني بها أخلص المشاعر وأكن لها كل التقدير والاحترام. فأيتها الأم الجبارة، لقد جعلت من مقامي رفقة صورة بهية للعمران الاجتماعي والديني. كما وأشكر عرابي الأب توني عيد، نائب رئيس جامعة الروح القدس الكاثوليك، على مرافقتي لمدة 4 سنوات. فأيها الأب الجليل، إن الكلمات لا تقدر أن تعبر عن مدى امتناني على وقفتك بجانبي في معظم المراحل الصعبة. أشكرك على إصغائك وتفانيك في مساعدتي. أنت مثال الراهب الصالح الملتزم الذي حافظ على دعوته بالرغم من تسلمه مناصب عدة. ستظل يا أبتي المثال الأعلى لي. وهنا أنتهز الفرصة لكي أشكر الرهبانية المارونية اللبنانية، وأخص بالذكر قدس الأب العام نعمت الله الهاشم وجميع الرهبان، وكما أشكر كلية اللاهوت الحبرية في جامعة الروح القدس الكاثوليك بجميع أساتذتها والعاملين فيها. وأيضا شكري لجامعة سيدة الويزة التي تابعت فيها دراستي، وكل امتنان للرهبانية المريمية المارونية وجميع رهبانها. ويشرفني أن أشكر إكليريكية كرم سدة بشخص الرئيس المونسينيور أنطوان مخيل الجزيل الاحترام، وكل الكهنة المساعدين في التنشئة الرعوية التي تلقيتها. ومع هذا الشكر لا بد لي أن أعبر عن تقديري لكاهن الرعية الخوري جورج نخول وأعضاء لجنة الوقف على الجهود التي بذلوها لإنجاح هذا الاحتفال على جميع الأصعدة. لقد حضنتني مثل الأخ الذي يخاف على أخيه. فهنيئاً لرعية مار إفرام كفرذبيان بكاهن نشيط ذو ذوق رفيع يتابع عمله على أكمل وجه.
كما وأشكر الكاهن المعاون روني أبي رزق على جهوده ودعمه لي. وشكري أيضاً لرفيق الدرب الخوري جادم خيجل الصديق والعزيز في الأبراشية المارونية في فرنسا، وكما أحيي الخوري رامي عبد الساتر ابن الأبراشية الذي يشاركني في هذا الاحتفال. ولا بد لي أن أشكر أهلي، وأبدأ بأبي سامي الذي تعلمت منه الصمود في وجه المحن والمصاعب. أشكرك على تعبك من أجلي لكي تؤمن لي عيشة كريمة. أمي بليزيا، وماذا يسعني أن أقول عنك؟ فأنت الصديقة والمربية، المثال الأعلى الذي يحتذى به. لقد علمتني يا أمي أن الرجل لا يحل مشاكله بالصراخ والقوة، ولكن الرجل الحقيقي هو الذي يسلم أمره لله ويتكل عليه في كل شيء. سامحيني يا أمي، سامحيني لأن قراري بتلبية دعوة الله لي كان صعب عليك. دموعك غالية علي، ولكن يا أمي لقد وجدت سعادتي الحقيقية، وهي أن أترك كل شيء وأتبع المسيح. اسمحي لي أن أقبل يداك الطاهرتين، وكما جسوت أمامي قبل ذهابي إلى الدير، فشرف لي أن أس أمامك. أختي ريتا الحنونة، حبي لك لا يوصف، وأنت تعرفين ذلك. أقدر خوفك الدائم علي، كما أقدر كل شيء تحملته من أجل دعوتي لكي أصل إلى درجة سر الكهنوت. فأنت أقرب من قلبي إلى قلبي. أشكر كل تضحياتك وتفانيك صهري وأخي إيدي. لقد أثبتت أنك أخ بكل ما للكلمة من معنى. عائلتك الكريمة أصبحت عائلتي. أشكر الله عليك وعلى جهوزيتك الدائمة في الوقوف إلى جانبي ومساعدتي، وأفتخر بك وبمعاملتك لي. وأيضاً أود أن أشكر عمتايا سامية وسهام، اللتين أكن لهما أصدق العواطف والمشاعر. لم تتركاني يوماً وكنتما لي بمثابة أم ثانية، تخافاني وتحناني علي. يا ليتني أقدر أن أفيكما كل ذلك. وشكري أيضاً لخالتي وأخوالي وأولادهم وأولاد عماتي وأولاد عم أبي، جميعاً على مساندتهم لي ودعمهم المتواصل. كما وأشكر الأخت والصديقة دعد رحم غصوب الداعمة لي في كل مسيرتي، والتي أعتز بعلاقتي بها وأشيد بعطاياها من أجل الكنيسة ومن أجل لبنان. ولن أنسى أن أشكر أصدقائي في جماعة Disciple for Jesus فرداً فرداً على دعمهم لي. وأشكر الآنسة كلود شهوان التي قامت بترتيب البروتوكول في رسامتي، وكما أشكر نسيبي ربيع حنكش ونسيبتي شاديا مبارك والمهندس سيريل روحانا على مساعدتهم لي وتعاونهما السمين في التحضيرات للرسامة والقداس الشكر. وشكري أيضاً إلى شركة قيصر دباس التي يشرفني أني كنت أنتمي إليها. أشكرها على كل ما قدمته لي في مسيرتي العملية، كما وأشكر أصدقائي في شركة جورج سمير أسمر. وأيضاً شكري لشبيبة القديسة ريتا التي رافقتها لمدة 4 سنوات، وأخص بالذكر
الرئيسة الآنسة باميلا حنا. شكراً لكم على وجودكم معي. وشكر كبير إلى بلدية كفر زبيين وأعضائها كافة، وأخص بالذكر الأخ والصديق الدكتور بسام سليمي رئيس البلدية على كل ما قاموا من ترتيبات وتقديمات فيما يخص الاستقبال والكوكتيل وكل ما فعلوه من أجل إنجاح هذا الاحتفال. وأيضاً أخص بالذكر الشاب إليو سليمي على الجهود التي قام بها. فتحية لكم، وأشد على أيديكم لكي تظهر كفر زبيين بأجمل صورة. وتحية خاصة إلى كل مخاطير كفر زبيين، وهنا أشكر المختار وسيم مهنا على تقديمته. شكراً مختار على قوس النصري وعلى كل تعاونك السمين. ولا بد لي من شكر المنظمات من طلائع، فرسان، شبيبة، أخويات، كشافة في رعية مر أفرام كفر زبيين، كما وأشكر رعية مر أنطونيوس البدواني في شخص كاهن الرعية وكل المنظمات. وأشكر أيضاً جوقة الرعية التي خدمت القداس. وتحية خاصة إلى سعادة القنصل أنطوان عقيقه وإلى الفنانة مادونا على وجودها معنا، كما وأشكر محطة الام تي في على نقلها المباشر لهذا الاحتفال، متمنياً لها كل النجاح والتطور. وأشكر أيضاً النائب الشيخ فريد هيكل الخيزن ممثلاً بالشيخة وداد الخيزن. وأخيراً وليس آخراً، أود أن أشكر أهل بلدة الحبيبة كفر زبيين، آملاً أن أكون عند ثقتهم وأن أجعلهم يفتخرون في، ولكن ليس افتخاراً أرضياً من حيث السعي إلى المناصب والمراكز، ولكن أن أكون رجل صلاة يواظب على صلاته اليومية، يتكل على العناية الإلهية في كل مسيرته، المجاهد والمجتهد الذي لا يهاب القتال عن خراف رعيته، على مثال سيده يسوع المسيح، له المجد إلى الأبد، آمين. نؤمن بإله واحد، يسجد له ويمجد الناطق الأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جميع مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة في الدهر الآتي. إتلوت مدحي دلو ولوتلو دم حادق اليوم ونبصو وطيبو Thank you.
أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت كرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من كرابين حباً لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة. هب لهم الحياة والملكوت لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا. نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطباوية والدة الله مريم ومارمارون ومارفرام. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضنا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لك يا كاهن الرعية ويا أباء الأجلاء ويا خادم الروح القدوس. سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا، فنرفع إليك المجد والشكر بالخمور الآن وإلى الأبد. آمين.
أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحماً فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد فرخمور فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة ولك يجب المجد وبك يليق المديح لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس بك يحيط الكاروبيم والسرافيم ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين قدوسٌ أنت اللهم الآب المملوء مراحم قدوسٌ ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح قدوسٌ روحك المحيي إنك القدوس واهب الخيرات يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا كريا ليسون وبيوم هودك دم حشودي لما بتحيي ساب اللحم بيداو قضي شوتو بارخ قادش وكسو يا بنت الميداو كدوما حلف ساقية ما تكسي وما تيهي حوصو يطحو بي والحاية دالعالم علمي وخانو عالكوسو دمزو من حمرو من ما حلو فيكون وحلو بساقية
متشد ومتيه حصويا حوبي والحاي دالعالم علمي كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشفى مراحمك كلنا فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله وها إن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرها عنها وعن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نشكر بك نعترف ومنك نطلب أشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوعي لتقديسنا فلنقف مصلين ارحمنا يا رب ارحمنا وارسل إلينا من سمائك روحك المحي وليرف على هذا الكربان ويجعله جسدا محيا ويسامحنا ويقدسنا استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا الكربان فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا ويجعل مزيج هذا الكأس دم المسيح إلهنا لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد ضمير فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك لاسيما من أجل أبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما مار بشارة بطرس الراعي بطريركنا الإنطاكي مار بولس روحانا مطراننا ومر ناصر جميل المشارك معنا في هذه الذبيحة الإلهية وجميع الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك نسألك يا رب يا رب ارحم مسحني وأرسلني نصلي يا رب من أجل خدمة مذبحك تيكونوا فعل نشيطين بحقلك
أمينين على نشر الرسالة الموكولة إلن، قويٌ بدعوتن حتى يزرعوا المحبة بالقلوب ويقووا رباط الوحدة بين المؤمنين. نذكر بهالذبيحة الإلهية الكاهن طانيوس بطيش يلي جاي يخدم بكل أمانة وتفانة رعيتك ويكون القدوة لكل مؤمن ويقدر يوصلنا كلمتك. هو اللي مسحته واخترته تيكون بوسطنا الإنجيل الحي شعلة معرفة وبصمة رجع. منصلي لك حتى تعطينا كهنة قديسين، وخلي قوة رحمتك اللامتناهية ترافقهم وين ما راحوا وتحفظهم من مكايد الشرير. بشفاعة مرفرام منك يا رب نطلب. يا رب ارحم. أعطنا يا رب كهنة قديسين كي يرعوا شعبك المؤمن رعاية حسنة. نذكر أبونا طانيوس الذي رافقنا كشبيبة القديسة ريتا وأدى في هذه الكنيسة الخدمة الصالحة. رافقه في مسيرته الكهنوتية فيزرع في الشبيبة الإيمان والمحبة، ويقوم على خدمة أهل بيتك خدمة الخادم الأمين الحكيم. نسألك يا رب. يا رب ارحم. يا رب خلي عائلتنا كنيسة فيها نتعرف عليك، نتربى على القداسة ورسمة ثالوث بعينيك. ربي بعائلة تربيت، خلقتها وقدستها بحبك، عائلتنا بقلبك حطيت، خليها تنمى بقربك. بارك عائلتنا باركة وقدسها يا رب. يا رب العائلة هي منبت الدعوات، منطلب منك تقدس عيالنا. يا رب ارحم. اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك، منتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم وأرحهم في ملكوتك، لأن واحداً ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجدوا بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. شهياً قرب عنا، يا ذبيحاً غافراً قرب ذاته لأبيه. أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك،
لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. برخ موريش كهن السلام لجميعكم. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مسبح الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي، لمن يتناوله واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا أخوتي إلى الأبد. ومع روحك ينظر كل واحد منا إلى الله بتغيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض له المجد والأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة الخطايا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. بالنسبة للمناولة أحبائي، لنسهل قضية المناولة، لذلك رح يكون في كهنة على كل الجوانب، بالنص رح يكون في كاهنان، الكاهن الجديد والكاهن الرعية معه، وكل الكهنة على الجوانب، مشان هيك ما منجي على الجوانب أحبائي، منجي فقط بالنص. شكرا. Devant toi, splendeur et majesté, pas l'infiniment grand, l'infiniment petit, et pas le firmament. Ton manteau étoilé et pas frère au soleil, je veux crier mon Dieu. Ma
كل السماوات تنشيد مجدك، مع كل السحابات تنشر لطفك، مع كل النيرات ترفع سبحك، مع كل المخلوقات سأل ¡Gracias!
سعادتي فيك اللهم، كل رجائي فيك اللهم، كل سعادتي. وللحياة الأبدية أعطى لك مغفرة الخطايا وللحياة. وللحياة الأبدية يعطى لك مغفرة الأبدية. أيضا وأيضا بك يا رب نعترف، والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا، ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا. تفضلوا أحبائي، كلمة لسيدة المطران مارون ناصر جميل السامي الاحترام. Cher Monseigneur Robert Legal, merci d'être parmi nous. أبي الأجلاء، حضرة الكاهن الجديد، حضرة كاهن هذه الرعية، إخوتي خياتي جميعا، أكيد الكلام مش لإلنا اليوم، نحن جايين حتى نصلي ونشكر الله مع الكاهن الجديد. شو بيقدر يقول مطران رسم كاهن من 3 أيام ومستعد أنه يكون من كهنة أبراشيتو المترامية الأطراف كل فرنسا؟ أبراشية وحدة نحن، مع أنه في 90 أبراشية بفرنسا اللاتينية، ومنهم سيدنا المطران روبير لوغال معنا اليوم، هو أرشيفيك تولوز. لما بنقول تولوز بتطلع قد نص الشرق الاوسط يعني، لكن الشعب موجود، والشعب ان كان الشعب اللاتيني الفرنسي، ان كان شعبنا يلي ترك هالارض وراح يفتش على لقمه عيشه، محتاج لكهنه لحدا يخدمه. وهون اسمحوا لي اقول انه اسمر دور الكنيسه، الكنيسه يلي عم تلحق شعبها، لأنه إذا ما لحقنا شعبنا بالنهاية الأمر بدنا ندوب بهالعالم محل ما منروح، وبعد فترة زمنية منكون نسينا البلاد ونسينا ارتباطنا ونسينا مسؤوليتنا، وبيكون نسينا كمان البلاد، وشاف ما قدر قدر فينا لا كل المواهب يلي عنا إياها والوزنات يلي عطانا إياها بلدنا، تنرجع نروح نغل غير مطرح وغير ناس يستفيدوا منا ويستفيدوا من طاقاتنا. هدفنا نحن بأنه ناخد كهنة من هون، لأنه هونيك بعد ما عنا دعوات ثابتة، وما فينا ناخد دعوات ثابتة من هونيك البلاد إذا منن مربوطين هون. يعني بدنا نضل محافظين على ارتباطنا الشرقي خارج حدود الشرق، هيدا التحدي الكبير. كيف فينا نحافظ على مارونيتنا وانتمائنا المشرقي لأي كنيسة مشرقية كنا نحن، ومنبعد عن الشرق لما منعيش بغير أجواء وبغير حضارة وبغير لغة وبغير تصرفات، وبرح أقول كمان بغير قيم. كل هالأمور هيدي بقى صلاتي لإلكن اليوم ودعائي، أنه نحن على الضفة الثانية من المتوسط، منا كتير بعيد، وفي دايما تحاكي بيننا وبينكم. قريبين نحنا، هجرتنا على فرنسا قريبة، مسافتنا الجغرافية قريبة، غير بعد أستراليا وغير بعد أمريكا، معناتها نحنا من ضمن بلدان حوض المتوسط فينا نخلق ذهنية جديدة
ونخلق حياة جديدة وتعاون جديد بين الكنائس وبين الديانات. بقدر أقول وبقول لهم لإخوتنا الفرنسيين عادة: يا عم استفيدوا منا، نحن نعرف نحكي مع المسلم، نحن معرف نحكي مع الديانات أخرى، استفيدوا منا، استفيدوا من طاقاتنا، نحن هون بخدمتكم وبخدمة الشعب وبخدمة كلمة الإنجيل. على كل رح أوقف هون بعد ما أشكر سيدنا المطران بول روحانا يلي تعذر علي أنه يكون معنا اليوم لارتباطه بمناسبة تانية بغير مطرح، لكن هو حاضر بيناتنا وحاضر بطيفه. وبجدد شكري وبدي أقول تشرفي بأني تعرفت على هالنبتة يلي طلعت منها الضيعة، على الأبونا الجديد أبونا طانيوس. بشكر أهله يلي نحن وياكم صرنا أهل، وبدي إلكم نحن ناطرينكم، لازم تروحوا تشقوا على أبونا طانيوس، وبالتالي نحن تنعبر لكم قديش نحن منحبكم وقديش منقدر نكرمشكم هونيك ونكرمكم، وتشوفوا بأم العين وين عايش ابنا، منا كتير بعيد، بالعكس حامل رسالة، حامل مشعل، وراح ان الله راد يقوم فيه احسن ما يرام بهالبلد بهالشعب يلي ناطره. واحد مبارك عليكم جميعا. Merci beaucoup, chère excellence monseigneur Gemayel. C'est grâce à vous que je suis ici au Liban pour la première fois, et j'espère pas pour la dernière. Et en tout cas, je suis extrêmement touché par l'accueil qui m'a été réservé dans tout le Liban, que j'ai appris à connaître en 2 semaines un petit peu. Et je suis venu donc sous l'invitation de Mgr Gemayel et à l'occasion particulièrement de l'ordination sacerdotale du Père Tanios. Et nous connaissons aussi là-bas, puisqu'il vient à Toulouse régulièrement, le Père Rami, et qui est avec nous aujourd'hui et qui fait partie de cet ensemble du sud de la France où sont un certain nombre de maronites. J'ai été particulièrement touché pendant ces 2 semaines où je suis revenu plusieurs fois ici, comme Monsieur le maire le sait bien, et ravi d'avoir eu l'occasion de rencontrer des saints. Des saints, Saint Charbel, Sainte Al-Ardini et la sœur Rafka, et le père Youssef, près duquel je suis, Jacob, je ne sais plus comment on dit maintenant, merci. Et donc cette présence des saints est essentielle dans notre vie chrétienne. Des saints, la sainteté au Liban est une sainteté qui est fondée sur la vie monastique. Et je suis moine bénédictin, et j'ai vécu 38 ans dans la vie monastique avant d'être évêque depuis presque 20 ans. Donc merci à vous pour votre accueil, merci pour ce... On parle du parfum du Liban dans l'écriture, le parfum du Liban, le vin du Liban. Et le parfum de sainteté du Liban m'a particulièrement touché, et je le ramène avec moi, et puis je ramène avec moi aussi, par la volonté de Monseigneur, le Père Tanios à Toulouse. Toulouse, qui est aussi une ville de saints. Et nous sommes tout près de Lourdes, dans ma province de Toulouse. Il y a Lourdes, où je serai dans 10 jours, avec mon diocèse. Et donc, bienvenue par la nomination de Monseigneur. Bienvenue, Père Tanios, à Toulouse, dans le courant du mois d'octobre, je crois. Et bienvenue à Toulouse, à la famille en particulier, et dès que possible et très vite. Et bénissons le Seigneur pour la communion des saints qui nous unit dans nos divers rites et dans la complémentarité de ces grâces de Dieu qu'il nous accorde joyeusement et généreusement. Merci encore. Shukran. Shukran.
شكرا لهالكلمات المعبرة سيدنا. أكيد بيكونوا يعني قدرتوا تبعتوا شو عم بيخبرنا سيدنا المطران. يمكن بعد لازم أختم تقلكن وين صرنا نحن موجودين على الساحة الفرنسية. إذا شي يوم كنتوا بأي مدينة رح أذكر لكم إياها حتى تعرفوا تلاقوا تفتشوا عن الكنيسة المارونية وتصلوا كل يوم أحد. في عنا صار 10 رعايا على مساحة فرنسا، يعني بتبلشوا بباريس، بألفورفيل، بإسيلي مولينو، بسيرين، وفي فالدواز، هودي بالإيل دو فرانس. بعدين بتمشوا على المدن أنجي، بوردو، تولوز قريبا مع أبو نطانيوس، مارسيليا، ليون، ولورد، في وبقية الأماكن. في عنا أكثر من 20 مركز كنيسة منصلي فيها مرة بالشهر، 10 رعايا كل أحد قداس، وأكثر من 20 مركز من أصلي فيهم مرة بالشهر. يعني عنا وسعة كتير كبيرة. إذا لإلكن أو للتعرفون قرايبكن قلولن يشرفوا على رعايانا حتى نشكل هالهوية ونحافظ على هويتنا المشرقية. شكرا جزيلا. شكرا سيدنا، ربنا يخلي لنا اياك سيدنا بهالرساله يلي عم تقوموا فيها انتو بقلبنا وبصلاتنا. نحن وياكم صرنا كثير قراب بفضل ابونا طانيوس، وقلنا نحن وياك لقاء اذا الله بيريد من كفرد بيان على باريس نكون سوا نحن وياك بلقاء خاص. خلي لنا اياك سيدنا. احبائي، بعد البركه الختاميه رح نضلنا قاعدين ما قعدنا، لو سمحتوا في بعض تبادل الهدايا يلي راح تتم لإكراما لوجود أصحاب السيادة معنا ولا أيضا لأبونا الجديد. فلذلك بعد البركة الختامية منبقى بأماكننا ما طرحنا. بدي أكيد أشكر الجميع يلي تعبوا معي، منا إيد وحدة، كنا عم نزقف، كنا جماعة عم نزقف، نحن والبلدية والوقف والأخوية وكل المنظمات يلي تعاوننا، نحن كلنا سوا حتى نستقبل هالكاهن الجديد وعائلته بهالرعية المباركة. بدي أشكر شرطة البلدية على التنظيم أحبائي، بدي أشكر رئيس رابطة آل عقيقي كمان أيضا موجود حاضر معنا، ورئيس جمعية إغاثة البائس والأعضاء الكرام الموجودين. كما بدي أشكر كسروان أونلاين يلي دايما بتابع نشاطاتنا بكفر دبيان، وأكيد الشكر الأكبر لإذاعة الأم تي في. ربنا يخلي لنا إياكم، الله يبارك فيكم. موسيقى أكيد كفر دبيان، بدي أتشكركم على هالعزف المميز، بيطلع لهم زقفة كتير كبيرة، شكرا لإلهم. موسيقى الأحرار، نحن وياكم إن شاء الله دايما سوا بكل الاحتفالات. شكرا للجوقة ولمدير الجوقة خينا إلي عقيقي يلي حضر لهالاحتفال المميز والمبارك، مرسي. مورشكم يا السلام لجميعكم. ومع روحك أيها الرب يسوع إله خلاصنا، يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجنا من الهلاك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأننا شعبك وميراثك، وبك يليق المجد والوقار مع أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا أخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد له المجد إلى الأبد. ناخد أماكننا إذا بتريدوا، نقعد كلنا سوا بهالوقت. بدي أطلب من أعضاء لجنة الوقف ماري فريم كفر دبيان يتفضلوا لو سمحتوا، لنقدم هالدرع التذكاري